الشوربة بتحط فيها بصلاية وفلفل أسمر حب، وما بتحطش ملح في الأول، وبتقوم جاية جايبة ورق لورا وحاطة فيها، وبتقوم جاية بقى سايباها الغليان زي ما انت شايفة كده، وتوطي النار حاجة بسيطة، وتسيبي الغطا مقفول خالص. يعني لو عندك حلة ضغط اعملها فيها، تحط شوية سكر بس صغيرين عشان تسرع في السوا، وبعد كده تسيبها بقى براحتها، بتاخد حوالي ساعتين أو ساعة في حلة الضغط. والحلويات بقى بتسيبها معاه، حلويات بتبقى من لحمة الراس طبعا. تمام، بتجيب شوكة بعد كده وتقوم جاية متكية على أي حتة في الكوارع كده، بتلاقي خلاص استوت ما شاء الله، الجلد ده بيطلع اهو، بصي بصي بتتشمر اهي، الجلد ده بيبقى يطلع خالص اهي، شايفة اهو. عايزة تسيبها شوية كمان، سيبيها، كل ما بتستوي كل ما بتبقى حلوة. ولو قفلت عليها وسبتها كده في الشوربة هتلاقي ايه، تقلت معاكي برضو كمان واستوت كمان. هعمل ايه هنا بقى تاني، هعمل لها تقلية كده تحط فيها، ودي تبقى هي دي شوربة الكوارع، وعمل لها تقلية بقى تتاكل زي طاجن كده. انا عايزة اقولك بقى ان اللي الكوارع دي قبل كده عملنا لك عليها فيديو طريقة غسلها وتنظيفها، ومعلقة الطحينة بتفرق كتير على فكرة. شوف ما شاء الله الشوربة بتاعتها بقت دسمة ازاي. في لها طريقتين بقى، انك تعملها على شوربة بيضة مطشة، وانك تعمليها في تقلية وبتبقى تقيلة شوية بس بتبقى طعمها حلو. انا هنعمل جزء هنا وجزء هنا ان شاء الله. معايا ايه؟ معايا بصلاية، ومعايا ثوم، ومعايا طماطم، عصير طماطم او طماطم مضروبة في الخلاط. اللي بالتقلية بقى ابتدي اعملها دلوقتي. خرطت البصلاية، هعمل معاها فصين ثوم، دي اللي ايه اللي بالتقلية بتبقى حمرا، فصين ثوم كبار كده او 4 5 فصوص اللي يعجبك. بص هعمل ايه هنا بقى، اجيب معلقه دي جميله ما شاء الله، ريحه بقى بنت الحاجات دي. هنا بقى نعمل ايه، حطينا اهو على النار اللي هي اللي ثومه بس، وحطينا التانية اللي هي هقللها، يعني اعمل لها بطماطم وكده. هو كده عادي لحد ما احط الطماطم، ويبقى كل حاجه لها معلقه. واسيب اللي هو الكرع عندي في قلب الحله يبقى سخن زي ما هو، زيه زي اللحمه لما تيجي تحمريها سيبها في الشوربه برضو، عشان لما تيجي تحمريها ما تبقاش ناشفه منك، تبقى طريه. دي تركه برضو. ابتدي انا ايه، شويه كمون، شويه كزبره، ملح عشان ما تحطناش ملح، ما حطناش ملح في الشوربه خالص. الشوربه فيها فلفل احمر بس هنحط برضو شوية. وانط فيها بالخل، نحط بقى شوية خل، بسم الله. بعد كده نحط ايه الشوربة بتاعتنا. شايفة؟ ما شاء الله. بس ما شاء الله طبعا قلت لك بالحلويات اهي. هنعمل بقى هناك بقى الطماطم،
هنحط هناك. طبعا احنا بنبقى ايه عاملينها طماطم. شوف طريقة الكرشة اللي انا عاملاها، ولا انا لسه ما نزلتهاش في القناة. اهي نحط ايه، رشة فلفل اسمر ورشة ملح، وبتبقى عصير طماطم ما بتنسبهاش تتقل كده. ونقوم برضو نازلين ايه، عايزة بقى عندك وقت تقومي جاية شايلة العظم من الكرع ده، يبقى سيبي فيها الايه اللحمة بس كده، هتبقى ايه مع بتبقى يعني مع التومية التقلية بتبقى احلى، اللي هي الحتت دي. المرة التانية دي بتبقى مع الشوربة. بصي بقى ما شاء الله، بصي انت هتقطعي بالسكينة، تخلي الكرع ده من العظم، وتسيب العظم في الشوربة. تمام، شوفي بقى هي مستوية بتاخد كلها ايه، تعمل ازاي كلها. بصي بقى ما شاء الله، بصي بقى نظام طاجن، بصي بصي الجمال ما شاء الله. عندك حمص مسلوق سلقاه معاهم في الكرشة او في الكرع، تقومي جاي حاطة معاه، بيبقى طاجن خطير، طاجن جميل قوي. عندك بقى اللي هي اللي هي العادة اللي بالشوربة البيضة، اهي شوربة الكوارع، اهي دي الشوربة بتاعت الكوارع. عايزة برضو تسيبها بالحمص، سيبيها. بس أتمنى يعجبكم، وألف هنا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.